هذا هؤلاء قمة التبني في الكامل المجتمع اليوم. لبايدن للرواية الإسرائيلية، برغم بأن البيت الأبيض تراجع عن أول كذبة قدمها نتنياهو بخصوص الأطفال الذين قطعت رؤوسهم واغتصاب النساء، تبناها أيضا بايدن ومن ثم تراجع عنها لاحقا البيت الأبيض بصورة خجولة. الآن أيضا مرة جديدة يتبنى رواية يشكك فيها القاسي والداني، نفاها الفلسطينيون، أيضا وسائل إعلام غربية فندتها وخبراء عسكريون فندوها، ومع ذلك تبناها الرئيس الأمريكي. عن هذه النقطة كيف يتم التداول بشأنها هناك؟ بشكل عام هنا الأقلية مثل هذه الأقلية العرب، والعرب هم من أصغر الأقليات في الولايات المتحدة، وهذه الأقلية اليهودية، هؤلاء غير مقتنعين نهائيا في رواية الإدارة الأمريكية من ألفها إلى يائها. لكن الغالبية الكاسحة في وسائل الإعلام أو ما يسمى المينستريم ميديا هنا تردد رواية منذ يوم أمس بأن الموضوع خلافي، قصف المستشفى خلافي، بأن هناك وجهة نظر لحماس أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهناك وجهة نظر لإسرائيل، ولا نعرف ما هي الحقيقة. لكن الإدارة تقول بأنها تستند على بيانات وعلى استطلاعات استخبارية بأن ما حصل هو ليس من إسرائيل، ويبدو أن وسائل الإعلام الأمريكية هنا تميل أكثر لرواية البيت الأبيض، وهذا ما يستفز هذه الأقليات أكثر وأكثر. والذي نستطيع قوله بأن هذه الفئة من الناس المعارضة للرواية الأمريكية رغم قلتها منذ اليوم الأول عددهم يزيد بشكل ملحوظ. يعني المظاهرات في اليوم الأول في واشنطن لم تكن تتجاوز بضعة مئات. الأقلية تزيد يوما بعد آخر، خصوصا مع تصريحات المستفزة للإدارة الأمريكية على الأقل من وجهة نظرهم. هذه تصريحات مستفزة للغاية، وهناك تجاهل تام لقيمة الحياة للفلسطينيين مقابل شبه تقديس لقيمة حياة الإسرائيليين، وهو مهين بالنسبة لهم. هؤلاء تحديدا اليهود المعادين للصهيونية يشعرون بالذنب الأخلاقي الديني حسب ما يقولون، بأن تعاليم الدين اليهودي التي يؤمنون بها ترفض كل ذلك، ويرفضون أن يكونوا متورطين في دماء الفلسطينيين. هم يرفضون المشروع الصهيوني بكليته، ويقولون حينما تحدثنا إلى البعض منهم هم يعتقدون بأن أعدادهم تزيد في الولايات المتحدة، وإن كانت على المستوى الكلي لا تزال قليلة، لكن هناك زيادة. مثل هذه الأحداث تلفت النظر لهم من قبل الأقلية اليهودية. بالأمس يجب أن أشير، كان هناك لقاء مع لينزي جراهام من NBC الأمريكية، وكان أشار إلى أنه تحدث ليلة السبت مع بلينكين مطولا، وأن بلينكين أخبره بأن زيارته إلى المنطقة هدفت إلى إخبار الزعماء العرب بأن قواعد اللعبة القديمة تغيرت تماما بعد هجوم حماس، وبأنهم عليهم أن يتحضروا لأوقات عصيبة قادمة. وكان بالتأكيد تصريح ملفت للغاية. لينزي جراهام جمهوري، هو ملفت تماما أن لينزي جراهام الجمهوري يخبره الديمقراطي بلينكين بهذا الكلام. فيعني هل من تشكيك برواية لينزي جراهام أم هذا حصل فعلا؟ مئة بالمئة هذا ما أشرت له هو حقيقة يعبر عن الواقع. الآن هناك شعبية لبايدن في أوساط الجمهوريين متزايدة بسبب هذا الموقف، موقفه من الصراع، حتى أن وسائل الإعلام أشارت إلى ذلك قبل أيام، قالت بأن حتى أشد ناقدي بايدن في أوساط الحزب الجمهوري الآن أصبحوا يحبونه وأصبحوا يثمنون مواقفه من إسرائيل. الواضح جدا بالنسبة اليوم، إذا انتبهنا إلى تصريحات بايدن في إسرائيل حين قال أنا الرئيس الوحيد الذي جاء لإسرائيل في وقت الحرب. هذه تصريحات انتخابية إلى حد بعيد، على الأقل ينظر لها هنا بأنها تصريحات انتخابية. الحرب في غزة جاءت في موسم انتخابات، بايدن شعبيته تقريبا في الحضيض، وهو يحاول رفع هذه الشعبية يبدو
على الأقل في أوساط جماعة الضغط اليهودية وفي أوساط الجمهوريين وأيضا من يسموا بالمستقلين من المؤيدين لإسرائيل، هو يعول على أن هذا الموقف سيدعمه في الانتخابات المقبلة. لا ننسى أيضا أن الرجل يواجه تحقيقات بالفساد بتلقي الرشا والتنفع من المنصب، هو ونجله هانتر بايدن، وفتح التحقيق بحقه في مجلس النواب من قبل الجمهوريين. هذا الموقف يخفف حدة اندفاع الجمهوريين باتجاه التحقيق في ملف فساده هو ونجله هانتر بايدن وتلقيه أموال من أوليغارش فاسدين في أوروبا الشرقية وحتى من شركات قريبة من الحزب الشيوعي الصيني. كل ذلك يلعب دورا فيما يبدو في هذا الحماس الذي يراه البعض غريبا جدا بالنسبة لرئيس أمريكي، هذا الانحياز المطلق في منذ انسحاب إسرائيل من غزة. الرؤساء الأمريكيون جروا على أن يجلسوا في الخلفية، يسمحوا لإسرائيل نعم بالضرب، لكن يبقوا على الحياد في تصريحاتهم المعلنة حينما يقولون بأن عليها أن تتجنب المدنيين. بايدن تجاوز هذه الخطوط جميعا وأظهر انحيازا ربما لم يسبقه إليه أحد منذ على الأقل منذ انسحاب إسرائيل من غزة وبدء العمليات ضد القطاع منذ ذلك الحين.